السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يوسف العطال، وين ريال مدريد يخطط للتعاقد مع يوسف عطال حسب آخر الأخبار. ما غاديش نقول لكم روحوا شوفوا الرابط وروحوا شوفوا تشنيكيتو وبيبيتو كريميتو وكل شيء، ما غادي. وانكشف تقرير إعلامي إسباني بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخطط للتعاقد مع ظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال خلال العام المقبل. وأوضحت ذات تقارير بأن إدارة ريال تريد ضم عطال ليكون بديل للظهير الأيمن الإسباني دانييل كارفاخال. وكان شو راح نقول لكم؟ هذا الفيديو اللي ندير فيه ماشي باش، مش معناها انا مانيش مخلوع وما كاش منها. شوف يقول لك كان عطى، شوف وين حبي حسب موقع يعني إدارة، وهي هي الحقيقة موقع فوت ميراكتو، هي وين تكلم فإن إدارة ريال وضعت بدائل أخرى من بينها اللاعب مانشستر يونايتد وساكا. هذه باش يكون على بالكم جماعة، عطال ناس وحدة أخرين مدخلينه في الدورة، عطال ناس وحدة أخرين راهم مدخلينه في الدورة. أنا مانيش ضد عطال، مانيش والله ماني ضد عطال، أنا راني نكشف لكم ناس شو كيقول لك. شو مي بغي يكذب عليك، باش تعرفوا. يقول لك كشف تقرير إعلامي إسباني، شكون هذا التقرير الإسباني؟ عينا نحوسو مكاش. أنا روحت حوس في جوجل حوس، ومن بعد دخلت عند تاع ريال مدريد، شنو دايرين لاعب مدافع تاع مانشستر يونايتد. مانيش ضد عطال، والله ما دايرين عطال، والله ما دايرين. راني نقولوا سبحان الله، الناس راك تشوف كيفاش الناس يتوجد ديك 10 ايام تاع الكذب تاع التحويلات الشتويه، تاع من يريحوا ديك 10 ايام ولا راهم يوجدوا له باش يزيدوا يكذبوا فانيك عليكم، باش يزيدوا يكذبوا كيما الصيف من يكذبوا، بيزيدوا يكذبوا عليكم في المشتى. تعقلوا عليها بالك راكم عاقلين عليها. من اسلام سليماني قال لك في مانشستر سيتي مانشستر يونايتد، اسلام سليماني في المنصه الشرفيه تاع مانشستر يونايتد. راكم عاقلين عليها مش راكم عاقلين؟ يا درا فما كي دايره حياتي. هذا اللي قلت لكم يا ودي ما كاش، قلت لكم على بالكم ما كيحطوا هذو لي زيكيب هذو الكبار، حطوا خيارات مش يحطوا باش تكذب على الشعب. اي حطوا خيارات، يحطوا خمسه ديفونسير، يحطوا يدوا واحد زوج كيما عام لولا يقول لك، ولا يقول لك باللي بالرحمه راه رايح تشيلسي. هما دايرين بالرحمه ودايرين ذاك الالماني هذاك، وداو ذاك الالماني هما بروحه. اصلا انا قعدت نتبع نشوف باللي الالماني راه فافوري، كان فافوري على بالرحمه، وداو بالرحمه. ملي تقول الناس ولا او انت مش باغي يروح، يا ودي ما راحش ذاك العام، راح. كنتو تقولوا لنا باللي بن سبعيني اتلتيكو مدريد، ريال مدريد، جوفنتوس، روما، ميلون، علاه تكذبوا؟ كوغي تخرجوا تقولوا للشعب، الناس راهم يشوفوكم، تقول مسامحونا غلطنا. كون تقولوا غلطنا ما تقولوش كذبنا عليكم، قولوا غلطنا. انتوما مش مقيمين كاع دوك الناس اللي يدير لكم فيديو يكومونتو لكم ويدافعوا عليكم، مش راكم مقيمينهم خاطر انتوما تكذبوا تشوفوهم باللي يدافعوا عليكم. اياكم خلينا كيما هاك، ما تنجمش تولي تعطيه نصيحه تقول له اسمح لي راني غلط. خطرة انا صرات لي ضربة تاع ماندي، قال لي كاع هضروا عليه، كاع هضروا باللي ماندي راه في ليفربول. درت عليه فيديو الغدوة ان شاء الله، خرج تاع الريال بيتيس، قال لك مكاش منها. خرج قلت لكم اودي سمحوا لي الله يرحم الشوابين، بصح الناس وحدة اخرين مكاش سمحوا لي. نطلب السماح عيب، ماشي عيب اللي يطلب السماح، خاطر كاين ناس راهم يتفرجوكم امنين فيكم اسمح. واحد يطلب السماح من عند خوتو، اسمحوا لي جماعه اسمحوا لي، نورمال ماشي عيب. على هذه نقولوا بلي نقول علاه نقولوا بلي عطال لعاب مهاري لكنه متهور
وكثير الإصابات، يعني متعور بسبب تدخلات تاعو ما عندها حتى معنى، يعني طالع بالزغاريط يهود بالزغاريط، لاعب تاع تاع بكري تاع هكاشي الطاقة تاعو تروح غير في الجد، طالع مهود تدخلات يعني ما عندهاش كاع معنى تاعها. على هذه نقول لكم بلي ياودي مكاش منها الناس اللي تهدر لا ما يقولوا بلي عطار راه في ريال مدريد، حنا ماذا بينا بصح مكاش منها سبحان الله، وهذا هذه حقيقة نهضروا فيها. سنا عطار العام اللي فات كان مبليسي في المشتا، كان مبليسي شتا انا واحد يوتيوبر ولا قالوا كيما هكا اللي تكرهوا عطار راه في تشيلسي، راه في تشيلسي عطار برحمة الوالدين، راه في تشيلسي ياودي غير سنا في المشتا في الصيف محرز ويرا قلت لكم كي تبدا الشامبيونه غادي يقلبوا لكم الهضره، محرز قلع، محرز يكرهوا غوارديولا، محرز غوارديولا غوارديولا، محرز محرز ما لعبش، محرز باي يلعب، محرز غدوه يلعب، محرز عشيه يلعب، ويرا اللي كذبوا محرز، ناس خرجت كذبت محرز، قال لك يا ودي محرز انا ما نامنوش محرز، محرز بفمه يهدر يا جماعه، قال انا ما عندي حتى حاجه تحرضني باش نخرج من السيتي، ناس خرجت قال لك لا محرز يكذب، كل شغله يكذب، زيد فرحات ويراه فرحات راه مع النادي تاعو الدوزيام ديفيزيون، ناس داروا في ليون، داروا في مارسي، داروا بزاف بزاف، وين بولحيا داروا في بولحيا داروه في ارسنال، داروه في توتنهام، داروه في لانتر، خاطر قال لك لانتر باعت اشرف حكيمي وغادي تجيب بعتها بسبعين مليون، غادي تجيب محرز بستين وبولحيا بعشر ملايين في لانتر، قال لك صاي في لانتر في الدورة راهم يقارعوا لهم يفهمك في الطلعة غير طلع يبانوا ريسانهم ما تسيبهم يهضروا هذو تاع اليوتيوب، تحسب بلي دير كيما كتسيبو طالع في العقبة، هيا طلع قول له روح نقارعوا لك تسنية روح، تحسب كيما هكا كاش من هاد جماعة يكذبوا عليك ويقول لك مصدر مصدر مكان لا مصدر لا، ويقول لك شو يقول لك شو يقول لك شو يقول لك اوضح ذات تقارير بان اداره ويرا كشف تقرير اعلامي اسباني، روحوا حوسوا انتم التقارير اسبانيه لكاي مكاش، هذه بسم الله في طول يقول لكم روحوا شوفوا الرابط مين تدخل تتفرج فيه هو ويزيد، وما لا زعفوا منا قلنا له ما كنت تكذبوا زعفوا منا الرابط، زيد يدفعك للرابط، الرابط عاد من تدخل انت غادي تقول نشوف الرابط، يا غادي تكليكي تدخل عند الاماراتي ولا عند المصري صحابه هو ما ينجمش يكذبهم، لازم يهدر باسم، لازم يهدر واش راهم حاطين ويزيد يرسلك عندهم، تضيع عنده 10 دقائق وتزيد تضيع 10 دقائق من هنا وانت غير دور بيناتهم، هم يترقب بصح مكاش مكان لا تشيكينيطو لا بيبيطو لا بريني لا 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 كورني لاكرا ما كان والو، يزيد وين راه زروقي؟ زروقي قال لكم بلي مشي قال لكم بلي 100% في توتنهام مشروع رياضي، وين راه 100% ادم الوناس في ميلون، وين راه ادم الوناس لو كان مارسي ما كان جايبه ستة تاع اللعابه كره سنه في مارسي، الله غالب، هذه هي الحقيقة، يجي يقول لك تقرير إعلامي إسباني، بصح شكون هو؟ شو أنا كي جبت لك موقع وهذه هيا لوراي موقع فوت ميراكتو، إدارة الريال وضعت بدائل من بين الكارباخال اخرها من بينها لاعب مانشستر يونايتد وان بي ساكا، يسموه وان بي ساكا على حسب كي درت لا تراديكسيون لاني كاتبها لي شال مالار وان بي ساكا، بصح شتيلا فوت ميراكتو هذه صح خرجتها، بصح الناس لهم هادرين قال لك تقرير اعلامي اسباني، بصح شكون هو التقرير الاعلامي اسباني؟ شكون هو؟ عندكم السيت تاع ريال مدريد خاطر ما تبوش تعبوا، عندكم السيت تاع ريال مدريد ما عندكمش باش تجيبوا، شنو حاطين؟ حاطين هذا تاع مانشستر يونايتد هذا مكان،
ثم تكذبوا.